السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قبل البداية توكلوا على الله، بسم الله على بركة الله. اليوم أشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال بعض الأعشاب الطبيعية المنزلية مثل أزير مثل الزعتر، الزعترة، هذا الزعتر، عدة أنواع من الأعشاب الطبيعية. هذا فليو، هذا فليو كما كتشاهدوا، هذا فليو، هادو عاد حولتهم من الحوض. وكنت بغيت نشارك معكم لا فيديو، ولكن هذا مرد الدوش، كاين فيه جوج ديال الأنواع، كاين مرد الدوش الجبلي وكاين مرد الدوش العالي. هذه الزعترة، الزعترة البرية، عدة أنواع. أنت مهمة هذا أزير، أزير فيه جوج ديال الأنواع، كاين هذا الأزير العادي وكاين الأزير ديال الجبل. هذه المانتا، المانتا كما كتشاهدوا، هاد الأنواع ديال هاد العشوب ديال النعناع أو الفليوي أو نعناع العبدي او الفليلو، بزاف ديال الانواع. كاين تقريبا النعناع راه فيه تقريبا شي، هاد النعناع فيه 40 نوع ديال النعناع. هذا نعناع العبدي اللي فيه الريحه كما كتشاهدوا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا فيه عالم رشيد والزراعه. تابوناو عندي فلاشين ديالي وتبركوا على الجرس وديروا لي لايك، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هذا العبدي، النعناع العبدي العادي داك الرطب، راه ما نقولكش واحد رائحه طيبه هنايا ديال هاد الاعشاب. هادو هذا تا هو النعناع العبدي الاحمر كما كيقولوا ليه، النعناع العبدي الحضر الاحمر اللي كيكون العرش ديالو احمر. عده انواع من هاد الاعشاب. هذا الازير اللي هو اكليل الجبل، هذا ازير راه فيه جوج ديال الانواع، كاين ديال الجبل وكاين البري. البري هو اللي كيكون في الماء، اللي كيعيش في الماء ديما، كيكون في الاحواض اللي كيبغي الماء. وكاين واحد اخر تيكون في الجبل، تيعيش في الشمس، هذاك من عند الله سبحانه وتعالى. كما كتشاهدوا كنشدوا هذا البو، هذا البو هذا ديجا كيكون متقوب عندنا. هذا البو راه زوين تبارك الله، فيه الصينيه ديالو، فيه كلشي. كنديروا فيه واحد النبته لوايه، غتعطي واحد الشكل زوين لهاد البو هذا. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. نقوم ان شاء الله بالتعمير، نعمروا هاد البو هذا بالتربه. هاد التربه رمليه، فيها بيت موس، فيها غبار، تربه فيها السماد الطبيعي ديال الاغنام. هو باش كنخدم انا هاد الغرس هذا وهاد النباتات والاشجار، هو هاد التربة هادي الغنية بالمكونات ديال الطبيعية. بيت موس من أوراق الأشجار، والغبار ديال الغنم، وتربة طينية اللي كتكون عندنا في المشتل ديالنا أو في الثانية. كما كتشاهدو كنعمرو هاد البو هذا مزيان، نعمروه إن شاء الله باش نديرو فيه هاد اللواية، هادي بوكاستا، هادي كيقولوا ليها، اللي كتجي جميلة جدا، كتعطي واحد النظرة زوينة في هاد الفو هذا. انا فايت ليا ديجا درتها، وتبارك الله الناس بغاوها وشكروها وقالوا لي، حيت انا كندير هاد الدومين هادو ديال الغرس. اللي بغى شي واحد شي حاجه مرحبا والف مرحبا. جميع انواع الغرس، الاشجار اللي اشجار الزينه، اشجار اللي بوات ديال الظل ديال الشمس، المهم هادشي هذا هو الدومين ديالي. الحمد لله راه هادشي هذا كيبغي الانسان يكون عنده واحد الطاقه ايجابيه الحمد لله، باش تعطي لهاد الغرس هذا. والحمد لله على كل حال، الحمد لله كل شيء فضل من عند الله سبحانه وتعالى. هانتوما كنشدو هاد البو هذا، هاد الغرس هذا اللي كاين في هذا، كنحطوه الوسط وكنديرو عليه التربه
بالبو ديال بالميكا ديالو من بعد غنحيدو ديك الميكا. هي هو كيف حال كان نقادوه في البو كندورو عليه التربه من الجنب ديالو باش مي كنحيدوه من الميكا كيجينا ساهل باش نخشيوه في الحفره ديالو. هانتوما كما كتشاهدوا حنا كنقاد ليه الحفره دي هو في ديجا في الكيس البلاستيكي ديالو او البو الصغير. هانتوما كما كتشاهدوا هاد كنقاد ليه الحفره وفي الجناب ديالها رانا ديجا عمرت التربه باش مي كنحيدوه ان شاء الله من البلاستيك ما كيضربوش البرد. دي سير بلاص كتخشيه في التربه باش ما كيتاداش، ما خصكش تخليه واحد المده ديال تقريبا 2 دقائق ولا 3 دقائق. هانتوما كما كتشوفوا كنشدوا هاد الميكا كنقطعوها بمقص او بيدينا، او ديجا هاد الميكا هادي راه راشيه هي اصلا كتكون خاصه هاي الغرس. ها كنحيدوها هانتوما كما كتشاهدوا، هذا هو هادي اللوايه ديالنا. غنحطوها في هاد الفاز هذا او البو الكبير من الحجم الكبير. هانتوما وكندورو عليها التربه ونخشيوها مزيان وكندكسو بيدينا. هادو راه بعض الغلالات لقيتهم في لاصقين فيه. هانتوما كما كتشاهدوا عملية جد سهلة في عالم رشيد والزراعة. هانتوما كنخليوش البرد يدخل، المهم كندكسو عليه مزيان وكنقومو بالسقاية ديالو، مكنعطيوش الماء بزاف، هو ديجا مسقي. هانتوما كما كتشاهدوا كنسقيوه لواحد شويه ديال الماء. هانتوما تبارك الله وصلى على النبي، كان كيجي واحد كيعطي واحد المنظر زوين. هذا راه بحال الهوايه كتهبط كدور كامل على هذا البو. هذا هي راه ما كتبغيش الماء بزاف. هذه اللويزه هذه جا زرعتها في الارض. هذه الحبق راه تبارك الله غادي دابا الحبق، راه شحال من واحد تيقول باقا ما كبرش. هذا واحد السطل درت فيه جميع الاعشاب، ازير، فليوي، مانتا، فليلو، فليو، زعتره، المهم بعض الاعشاب. هذه واحد المبره حتى هي كنديروها، مبره حتى هي راه تم نقل ديالها من الارض لهذا البلاستيك. هانتوما كما كتشاهدوا هادي واحد النبته زوينه، هي اش كتكون شجره. هادي راه في الاول كتكون هي صغيره وفي ملي كتكبر كتولي شجره. هذا هو، هما النباتات الزينه وبعض الاعشاب طبيعيه. هانتوما اللي عنده شي بلاصه في المنزل ديالو يزينها بهاد النباتات الزوينه، واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، اثمنه جد مناسبه. هادي الشيبه ديال كيما كنقولوا بلديه. هذا الزعتر، هانتوما هذا الروطه، هذا حتى هو الحبق الفليوي. هذا الفليوي بعد النباتات الطبيعيه. هانتوما كيما كتشاهدوا هادو قطيطات. هادي جا شفتو واحد المشي في الاول ديال الفيديو، حتى هو راه مشارك معنا الفيديو. هانتوما الاغراس الزينه، هادو بعد لي درك المتنوعه. هادو ديجا ما كيكبروش وكيعطيو واحد المنظر جميل، كيكونوا صغيورين وكيكبروا تبارك الله. هذا الغنباز كلشي كيعرف الغنباز. هانتوما كما كتشاهدوا مناظر جديده خلابه وزوينه، واللي بغى يزين الدار ديالو او الباركو او اي حاجه مرحبا به والف مرحبا، اثمنه جد مناسبه. كنديروا اثمنه بسيطه جدا، كنبداو تقريبا من 10 دراهم ل 20 درهم، ما كنفوتوش. هادو هما الاثمان اللي عندنا، الشجرات كي الشجر كي اي غرسه كما بغات تكون ديال النوع ديالها، ما كنفوتوش فيها الثمن. هذا كنبداو من 10 دراهم ل 20 درهم. اللي يقول لك شي واحد 30 و 40 و 50 و 60 راه ما كاينش داكشي. اجيو عندي اي غرسه نباتيه شمسية او ظلية تجي وتلقى عندك اخوكم رشيد، ومرحبا بكم الف مرحبا. انتوما نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعة. تابوناو عندي في لاشين ديالي. هانتوما داك الماء اللي ديجا سقيتها في البلاصة تصرف، علاش؟ حيت التربة خفيفة.
انتوما كي ما كتشاهدوا هاد لي بو هادو تا هما اللي كيتعلقوا مناظر ديالهم زوينه. تا هما درنا فيهم هاد الغريسات تحت واحد الطلبيه صغيره ديال الثلاثه ديال لي بو ديال واحد السيد. نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا في عالم رشيد والزراعه، وتهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.